يعني انت بتتكلم في 6-7 شهور بالظبط كده. قول لي بقى حجم العمل، يعني عدد المؤسسات اللي اشتغلت معاكم والشغل كان ماشي ازاي في الفتره اللي فاتت دي. تمام، هو حجم العمل اللي وصلنا له الحمد لله في خلال ال6-7 شهور اللي فاتوا دول انه بقى عندنا حوالي 58 جهه مشتركه في خدمات السجل، في منهم حوالي 35 بنك، 20 شركه تاجير تمويل اشتركوا في الخدمه وبالفعل بيسجلوا وبيستخدموا النظام السجل لشهر الضمانات اللي هم مدينها للعملاء. اجمالي عدد الضمانات المشاره لحد النهارده الصبح 14,000 ضمان، 14,000 اشهار متسجلين على السيستم واخدين رقم مميز، وكل ده لصالح الجهات الدائنه انها تبقى مطمنه انها مديه للعميل ائتمان وهي ضامنه الضمانه دي، عارفه انها هتجيب حقها في الضمان لان كل دي المزايا الموجوده في القانون. فاجمالي العدد اللي موجود 14,000 بقيم زي ما حضرتك قلت في المقدمه 450 مليار جنيه. تمام. في طبعا حاجات بعملات اجنبيه وفي بالعملات المصريه، في حاجات بمبالغ صغيره وفي حاجات. طب اللي بالعملات الاجنبيه حجمه كبير يا اساس العمله؟ صح، احنا بنتكلم على العمله الصعبه ولا هو حجمه مش كبير، ولكن لما له دلاله طبعا لانه بيبقى في منها حاجات مستورده من بره. فلو حاجه مستورده من بره ثمن المعده بيبقى لسه مقيم بالعمله الاجنبيه، فبالتالي البنك بيقدر يمنح بالقيمه بعد ما يحول الفاليو بتاعها للجنيه المصري. ايه اكتر بنوك؟ انت قلت لي 35 بنك